صوت اتحاد الشباب الإريتري لإنقاذ الوطن في القسم العربي التي تهم وتسعى إلى حماية الشباب والشعب الإريتري أينما كان. مستمعينا الكرام، نستهل برنامجنا لهذا اليوم وأجواء الأمل والتفاؤل لم تزل تحوم في سماءنا من جديد بحثا عن مخرج ومنفذ لها من بين غيوم الغربة والشتات وضواب الشك والصراع. أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا ونطرق أبواب أحلامكم بقلوب عالقة بحب الوطن وبأهله الكرام البواسل الرازحين في غياهب الظلم والظلام. فإلى كل الصابرين في معسكرات اللاجئين وإلى المرابطين في ثغور الوطن من جند المقاومة الإريترية الباسلة وإلى كل الإريتريين المنتشرين في بلاد المهجر أزكى التحايا والأمنيات. مستمعين الأحبة، برنامجنا من القسم العربي بصوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن كالمعتاد نبدأ بمقتطفات من الأخبار وتعليق وباغة شعرية ويتخللها أغاني وطنية. أما الآن موعدكم مع الأخبار ونستهلها بالعناوين. البيان الختامي لاجتماع مجلس اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن. وفاة عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية. أعزائي المستمعين، من عناوين نشرة الأخبار إلى تفاصيلها. عقد مجلس اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن اجتماعه النصف السنوي والذي انعقد في الفترة من 17 إلى 20/2/2013 ميلادية، وقد قيم من خلاله أعمال الاتحاد خلال 6 أشهر الماضية، واستعرض فيه إنجازات أفرع الاتحاد بكل أنحاء العالم. كما وقف الاجتماع على أدق التفاصيل لدى الأفرع من خلال استماعه إلى تقارير ممثلي الأقاليم والإطلاع على الإنجازات والمشاكل التي تواجه الاتحاد بالأقاليم. كما ناقش اجتماع المجلس الأوضاع التالية: الوضع التنظيمي لاتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، وضع الشباب الإريتري بالسودان، وضع الشباب الإريتري بأوروبا، وضع الشباب الإريتري بإسرائيل، اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب الإريترية القادمة. أيضا الأوضاع الراهنة في إريتريا وتأثيرها على نظام الجبهة الشعبية البائد. وقد ناقش الاجتماع بالتفاصيل الناقض المذكورة أعلاه، وبعد نقاش مستفيض حولها قرر الآتي: بما يتعلق بالوضع التنظيمي، قرر المجلس ضرورة تأطير وتنظيم كل الشباب الإريتري في الداخل والخارج تحت مظلة واحدة، وخاصة الشباب الموجود في معسكرات اللجوء بالسودان وأثيوبيا. إجازة اللائحة الداخلية للاتحاد والتي تعتبر بوصلة التي توجه الاتحاد نحو الأفضل، وبها يمكن تأطير أكبر قدر من الشباب تحت مظلة واحدة، وبهذه يتوجه المجلس إلى كل الشباب الإريتري بجميع أنحاء العالم بدعوة الانضمام لاتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن وخلق جسم شبابي عريض يعبر عن آمال وطموحات الشعب الإريتري ويعجل بصبح الانعتاق من قبضة الدكتاتورية، لأن الشعب بالداخل يعلق آماله على الشباب. كما وقف المجلس على مشاكل الشباب الإريتري بالسودان، وخضعت تلك المشاكل لنقاش عميق ترتب عليه تكوين لجنة من داخل عضوية المجلس تعمل على حل كافة المشاكل وإزالة كافة الحواجز والعوائق حتى يتسنى لنا بناء مظلة شبابية عريضة تكون المخرج لشعبنا من نظام القهر. وحول وضع أوروبا، قرر المجلس تكوين لجنة من عضوية المكتب التنفيذي وعضوية المجلس تعمل على الاتصال وترتيب مع جميع أفرع أوروبا وفهم حقيقة المشكلة والعمل على حلها وبأسرع وقت ممكن. وبشأن الشباب الإريتري بإسرائيل، كما حدث في مؤتمر دبرزيت والذي قرر أن تكون عضوية المجلس 21 شخص يتم اختيارهم بالأقاليم، وبناء عليه منح المؤتمر إسرائيل عضوية في مجلس
اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، لذا يطلب المجلس من الشباب الإريتريا الذين يعملون تحت مظلة اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن بإسرائيل اختيار من يمثلهم بالمجلس وبالطرق الديمقراطية. كما أقر المجلس بوجود مجموعة من الأخطاء والمشاكل داخل الاتحاد، لذا اتخذ كل التدابير الممكنة التي يتفادى الأخطاء والقصور التي صاحبت ترتيب لمؤتمر دبر زيت، وما زالت ضعفاتها يعاني منها الاتحاد حتى هذه اللحظة. عليه عمل المجلس على تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر الشبابي القادم تتألف من 7 أشخاص من داخل المجلس وخارجه، ووجه بضرورة بدء العمل مباكرا. وبعد قراءة فاحصة للوضع الداخلي بإريتريا والوضع الحالي للنظام، وبعد مرور أكثر من 21 عاما من الظلم والقهر والاستعباد الذي عانى من الوطن والمواطن، ومن خلال متابعة الوضع الحالي تأكد بما لا يدع مجال للشك أن النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة وإلى مزبلة التاريخ. كما يؤدي مجلس اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن الحركة التصحيحية التي قاموا بها أبطال فورتو في صبيحة 21 يناير، والتي ألهبت حماس الشعب الإريتري عامة والشباب على وجه الخصوص في جميع أنحاء العالم، وعملت على تضامن الشباب الإريتري. ونحن كمجلس اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن نشكر الشباب الإريتري على المساندة والدعم لهؤلاء الأبطال الأماجد. نعي وفاة عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية في معتقله بعد تأثيره من العذاب من قبل النظام الدكتاتوري. أعزائي المستمعين، قد قدمنا لكم نشرة الأخبار، ونتمنى لكم لحظات ممتعة مع باقي فقرات برنامجنا. التحية موصولة لك عزيزي المستمع ولكل من يتابعنا داخل وخارج الوطن الحبيب. وفيما يلي نقدم لكم تعليق بعنوان الوحدة الوطنية. الوحدة تعني الترابط والاتحاد والتعاضد، الوحدة تعني السلام والاستقرار ومستقبل مزدهر، كما تعني أن تعيش الأجيال الحالية والقادمة في أمن ورفاهية. كل الأديان السماوية حثت على الوحدة، وحدتنا الوطنية هي طريقتنا الوحيد لخلق وطن آمن ومستقر، وطن يحمل بين جنباته كل آمال وطموحات شعبه، وطن تموت فيه الفوارق والاختلافات الثقافية والطائفية، وطن يتسامى فوق النزعة العنصرية والمناطقية، وطن يحس فيه الجميع بالانتماء المباشر للوطن دون وسيط. هذا وأكثر يمكن أن يتحقق من خلال الوحدة الوطنية وتوحيد وجهات نظر الفرقاء الوطنيين. بلا وحدة نحن أوطان في المنافي، نحن سلع تباع في سوق الأعضاء البشرية ونستخدمه كقطع غيار بشرية، ترقع بنا أجساد الأغنياء وتملأ بنا الخانات الوظيفية الدنيا التي ترى الحكومات في الدول الأخرى إنها لا تناسب مواطنيها. نحن بلا وحدة كالجسد بلا روح، نحن بلا وحدة شعب ذليل، شعب مختلف، شعب لا يستحق الاحترام، شعب مشرد، شعب لاجئ، شعب مستقبله مجهول وواقعه مؤلم. نحن بلا وحدة شعب يتسمى بالعنصرية، وطن ينقسم أبنائه إلى ظالم ومظلوم، مصيره الفناء ومستقبله مظلم. لكل هذا نحن الشباب الإريتري تنادينا من جميع أنحاء العالم حتى نتحد وننقذ وطننا من الضياع، هذا الوطن الذي يسير نحو الهاوية. إنقاذ الوطن مهمة كل إريتري غيور على أرضه وشعبه ووطنه. تنادينا من أجل هذه الأهداف، من أجل خلق حوار إريتري يتمخض عنه ميلاد فجر جديد، فجر الحرية والانعتاق من العبودية، فجر الوحدة والسلام وردم
هوى والفجوة بين الشباب الإريتري لضمان مستقبل إريتريا المتحدة أرضا وشعبا وبناء دولة يشار لها بالبنان إنها الأفضل في المنطقة، شعبا مستقر يعيش في رفاهية وأمان ووئام. أعزائي المستمعون، من صوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، صوت القوى المناضلة التي تحمل هم الوطن وتعمل جاهدة لإزالة ديكتاتورية إسياس ورفع الظلم والقهر من كاهل الشعب الإريتري. فظروف اللجوء والشتات أنت أدرى بها، فليس ما نقوله أكثر مما تشاهده. فهيا أيها الثائر حطم هذه القيود، أنت للحق مأوى وللعدل بنود. فهيا أيها المواطن أسمو للخلود. وفيما يلي نقدم لكم التعليق بعنوان سيادة الدكتاتور إسياس. ليس من طباع هذا الدكتاتور أن يعترف بما تلامس الأرض وافقا من الحقائق في إريتريا، وعكس ذلك يأتي أن ما بات معلوم منه لدى الجميع إريتريين كان أو غير ذلك بأنه الرئيس الكذاب أو السيد نفس الدكتاتوري، نسبة إلى ولاءته النافية لكل الحقائق المسلم بها وضوح الشمس في كبد السماء. فلا داعي هنا لاسترجاع كل ما جاء من اللقاءات والمقابلات في الصحافة أو الإعلام الذي كان في استضافته منذ أن اختار أن يجعل من نفسه رئيسا، ثم اختار أن يتقن الكذب ليضمن السلطة زورا وبهتانا. فقيل له أن إريتريا أصبحت معتقلات وسجون، فقال لا سجون ولا معتقلات، وتلك من أحلام CIA ومن صنع الأمريكان. قيل له إنك مريض، قال لا هذا مرض في عقول الناس المريضة وترويج أمريكي. قيل له لقد هرب معظم لاعبي الفريق الوطني لكرة القدم، قال لا لاعبي لي بذلك ولا أصدق ذلك. وهكذا لا انتخابات، لا أحزاب، لا ديمقراطية، لا اجتماعات، لا برلمان، لا ميزانية، لا تحصر، لا جفاف، لا لغة رسمية، لا ولا إلى الآخر، إلى أن دخل الكلام وزارة إعلامه بتاريخ 21 يناير، فكان هذا الرجل أمام الاعتراف لأول مرة كي يطلق عليه الحادث، حادث 21 يناير. ثم يطمئن الناس بأنه لا داعي للقلق، فما الجديد هذه المرة حتى يعترف؟ أو لماذا اعترف وتلك حالة ليست من طباعه وسلوكه؟ يبدو أنه يريد أن يجعل الكرة في ملعبنا هذه المرة، نعم ملعبنا المليء بمهارات التخمين والتنظير والتحليل، حيث عادت ما تغيب عنا خطة اللعب أمام فريق عقليته المراوغة، وهو يعي أن الكرة دوارة وإنها لا تعطي الحريف، كما أنه يدرك تماما ضعفنا في المعلومة والمعلومات عن الخصم. إذن تعالوا نحتفظ بالكرة في ملعبنا بحثا عن أهداف لعبته. فالأمر لم يحفظ في خزائن جوجل حين رمى الدكتاتور بالكرة في ملعبنا، ولكن فلنختار ما بين البحث الجاد أو ضربة الحظ التي كثيرا ما أتت إلينا ونحن في غفلة منها. لا شك نحن الآن مشغولو الذهن، تفكيرنا مشتت، متذبذبو البال والتركيز، نسأل مرة ومرات أخرى لماذا اعترف بالحادث، أي بمحاولة انقلاب فرطه حركة 21 يناير، محاولة التغيير، خطوة التصحيح. إلا أن الدكتاتور لأول مرة يقول نعم ويسمي ما جاء من الفعل بحادثة،
حادثة 21 ويدعو الناس بعدم القلق وعدم إعطاء المروجين أي فرصة لتسويق الأكاذيب، وأنه سيمد الناس الشعب بمعلومات ما حدث في الحادث أو الحادثة في الوقت المناسب وعندما تكتمل دائرتهم، إذ أن الصمت والسكوت على المعلومات ليس من ثقافتنا. وحان للشعب الإريتري وقواه الحية للوقوف في وجه استبداده، حان وقت أن نوجه كشعب انظارنا إلى المستقبل الأفضل وإلى التغيير الأمثل، وأن نتدارك ما ينتظرنا من الأخطار بفعل هذا الدكتاتور الذي يشكل الجذر العميق لأزماتنا ومشكلاتنا في جوانبها المختلفة، ولكن جميعا على قلب رجل واحد للعمل في خلق هذا النظام الذي يجثم على صدر وطننا ويكمم أفواه شعبنا، ولكن صفا واحدا من أجل التغيير السياسي والإصلاح الديمقراطي الذي يكفل الأمن والاستقرار ويضمن التنمية والأعمار، ولتكن الشعلة التي أوقدها التصحيحية 21 يناير في ضمير شعبنا نبرة نهتدي به، والنهج الذي خطه الشرفاء طريقا نسير عليه. Yeah.
أعزائي المستمعين، كانت هذه آخر فقرات برنامجنا لهذا المساء، ولا نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء قريب نجدد فيه عزمنا لتحرير بلادنا من الدكتاتورية. كنتم مع القسم العربي بصوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، وذلك بتاريخ 23/2/2013 ميلادية.